181 بلاغا جنائيا حررتها السلطات السودانية في الشهور الأخيرة بخصوص خلافات بسبب الخطب الدينية في الأسواق، وصل بعض تلك الخلافات حد الموت، أمر دفع الحكومة السودانية لمنع الخطب الدينية في الأسواق والأماكن العامة. هنالك أسباب دينية وأخطرها الانحراف في فهم المفاهيم الشرعية المتعلقة بالجهاد والحاكمية والجاهلية والتكفير والولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المفاهيم الشرعية التي اختلت على صعيد الفهم أو على صعيد الممارسة واجب العمل على تجليتها وإيضاحها بالفهم الوسطي الصحيح. الخرطوم تربط بين الخطاب الديني وتأثيره على الشباب والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وترى أن للإعلام دوراً في تشجيع الشباب على رفض التطرف وعدم الانضمام لتلك التنظيمات. لو تكتفت الدول العربية والإعلام والقوى العسكرية والدبلوماسية وكل الأجهزة الرسمية في العالم العربي، أعتقد ممكن يجيبوا نتيجة كويسة جداً، وخاصة تجفيف منابع التمويل في الإرهاب. حسب إحصاءات وزارة الإرشاد والأوقاف، فإن عدد المنضمين من السودانيين لتنظيمات إرهابية حتى نهاية يوليو الماضي بلغ حوالي 137 شاباً وشابة. سالي فنجالي، فرانس 24، الخرطوم.